هذا البرنامج برعاية اشتري موبايل نوكيا من ثري ستور الكائن في المنصور شارع 14 رمضان وادخل السحبة على سيارة نيسان 2017. حلقة جديدة ومتجددة من برنامج حظك بيدك. مساء الخير، مساء المحبة والسعادة والأمل والفرحة والسرور إن شاء الله على كل العوائل اللي حاضرة ويانا وعلى كل العوائل اللي تابعنا من خلال شاشة العائلة العراقية قناة رشيد الفضائية، وأيضا لكل العراقيين بدون استثناء، شباب ورجال ونساء وأطفال والكل. تحية مني أنا محدثكم عمر محمد، وفي الإخراج هالمرة المبدع والمتألق محمد حبوبي، وبالتصوير الأبطال نور وعمر. إذا راح نبدأ لكم حلقة جديدة ومتجددة من برنامج حظك بيدك. هذا أنا اليوم مقدمة من مركز ستيج بيوتي سنتر ومن سلسلة مدارس هنالين الأكبر العالمية مقابل شارع الزيتون، وأيضا فنادق المنصور المسبح وحجز غرفة لشخصين. كل هالهدايا راح تكون ويانا اليوم في برنامج حظك بيدك. اذا خلونا نبلش على وقت حتى لا حد يزعل علينا حتى لا حد يزعل علينا من عوائلنا وشبابنا والكل. وخلي نبلش وكل الهلات. انتوا لازمين المايك، انتوا مش من شان شال. يلا انتوا تعالوا، تعبوا صاروا ويا الكادر اليوم. تعالوا هنا يا امي. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. شلون المايك والشغل بيه؟ حلو حلو. شغل الاعلام تشتغلون يعني؟ يلا حلو. عاشت ايدك. الاسم شيماء. شيماء عذراء. شيماء وعذراء طالبات مبطلات. شنو طالبات؟ طالبات. يلا النجاح والموفقية إن شاء الله. ما وزاري أي تمريض يعني؟ بعدكم مو وزاري؟ لا يعني آخر مرحلة تمريض. ها آخر مرحلة. يلا إن شاء الله بالموفقية. بس عندي مرات الضغط شوية. تقيس لك. شكرا لك. تعرفين فقرات برنامج حظك بيدك؟ أي حظك بيدك؟ أي متابعينا حظك بيدك؟ ما حد يفيدك. لا ماسكين المايك بيديكم. لحن ونغم، أسئلة رقمية وحزورات وذاتك ثري. يلا أوكي ثري. وأكيد راح تختارون الحظ يعني لحن ونغم. إذا ما اخترت لحن ونغم أنا مقرر هسه. إذا ما اخترت لحن ونغم أنا مباشرة راح أعطيكم جائزة. يعني إذا ما اخترت تعطينا جائزة؟ إيه. أوكي ما اخترت. راح تختارين يعني؟ ها؟ نحن ونغم؟ لا. ها غير شيء؟ أوكي أسئلة رقمية. أسئلة رقمية كذبت عليكم ترى. خاف سمعت الأغاني قبل شوية. لا ما سمعت. لحن ونغم؟ شنو؟ نحن ونغم. أها عبالي. أوكي. إذن نشوف اختاروا لحن ونغم. وليد اغنيه مع عازف اليوم بالتيست، متفقين؟ يلا نسمع. انا راح اخليهم يغنون. انت قلتي لها اوكي انتوا بنت تخسرون، انا اساعدكم بس بالامتحانات. هم غشونا. هم غشونا مو احنا. اللي غششش ما راح يشارك اليوم ويانا. منو غششش؟ بس قولي. انا اعترف لك. ها فوق ما تساعدينا. تعترفين؟ متعاون مو غش. بطلهم. تعاون؟ خسروا لو فازوا؟ لا 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 خسرهم لان قالهم غش. خسرهم خسرهم. انت قلتي لنا غششتي. شهدتي علي. يلا اوكي. الأغنية ما عرفتها ولا تعرفوها. إذا تعرفوها راح أقول لكم أريد كلماتها. هي مالي شغل بالسوق مرة. مالي شغل بالسوق مرة. حلو. ما
عرفتوها؟ راح نعطيكم نعطيهم فرصة ثانية لو خسروا. هم كانوا ويانا بالتقديم يعني ماسكين المايك ميديوم. تعبنا. تعبتي يعني؟ لا عاد أنا إيش أقول؟ دقيقة واحدة تعبتي؟ أنا إيش أقول؟ الله يساعدك. مو بالله؟ يلا نعطيكم فرصة ثانية. هم واحدة عازفة بالتيست. يلا. جاهزين؟ يلا. اسمعها. لك سنتين انا اصبر بنتي تعود باكر ما ادري شلون. قالوا لي يجي باكر. كلمه النخو فزتوا على باكر على باكر على جيتك انا صابر كل على باكر على باكر بعد روح اجازتكم على باكر. مبروك عليكم. اول جائزه ربحتوها من عندنا. وقبل ما تاخذون الجائزه انا ادري بكم تريد تاخذون الجائزه وتطفرون. عندكم امنيات حابين تقولوها او نتمنى الموافقيه ورمضان كريم وربي يحفظك. الموافقيه غير تقولون الملايين مثلا لك وللجميع. شكرا. رمضان كريم والموافقيه للجميع. شكرا لك. مبروك عليكم. انا درت اشوف راح اخذ الجائزه. يلا كلنا هلا. اذا مشاهدينا ومتابعينا بدأت حلقتنا وإن شاء الله تكون حلقة جميلة بمتابعتكم أنتم، حلقة جديدة من برنامج بالأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ودائما في كل حلقة ندعي أنه ربي يحفظ كل العراقيين، وفي كل يوم هاي دعواتنا إن شاء الله في هذه الأيام الفضيلة. وخلنا نشوف ثاني عائلة راح تكون ويانا في برنامج حظك بيدك. حلو كل الهلا. ها شنو؟ ها شنو هاي الدبدوبة؟ تعال 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 جيبها هنا. يلا على الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا. تعال يمي تعال تعال. شلون الصحن؟ ابو؟ ابو رقية. رقية؟ مو؟ اي نعم. شلونك؟ رقية ميديم. رقية رقية دحت شو شاني؟ هاك عيني هاك المايك. انا اضوج من انا ما يعني ايش على لا 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 لا. ومن خلال قناه الرشيد فضائيه ان لبس ما اقبل هذا الموضوع انا. شوف رقيه باعي ما الان يا حشيات صار لي ساعه وانت الساعه بس بس من هيك. ما تبكي ودادك ما تبكي. ما تبكي؟ وجهك عود. ليش ما تبكي؟ ليش انا اذا اقول لك هلا ما تجاويني؟ والله لا شايف جدها. لا 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 بابا لا. تعال وين تجيب العوض؟ جدها جدها ابو ايش؟ ها؟ جدها ابو منو؟ ابو محمد. ابو محمد يا معود ترى انا الشاقة حتى. صفقوا لها صفقوا لها صفقوا لها الرقية. رقية شري فرحت ماوح. احنا ما بينا حل جدو دن الشاقه ودن نطلع طفيها بعدين انا ما سوي شيء بس دعشي اقول ليش دعشي ايش ما تجاوبيني. اختي برقيه شلون صحه؟ شلون الامور؟ الحمد لله. ما ضجتي بكينا؟ لا 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 تقول جدها يضوج. اي طبعا جدها يضوج جد. يعني الجد يضوج والامايه ما تضوج والاب وما ضاج؟ لا ما ضج اكيد بس جدو. لا مو الشاقه يا هي طفله. صح ودائما ودائما نقول احنا بكل حلقه عز من الولد ولد الولد ولد الولد. يلا انتم بحظك بيدك. نحن نغم اسئله رقميه حزورات ايش يعجبكم؟ خذوا قلبك يعني على السحب لو ايش يعجبنا. تريد اسئله؟ يلا يلا هاتوا اسئله. المايك لك انت. لا كافي عليك. يلا بتفور احمد وادكم بتفور. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. محمد حبوبي ترى ورقه عاديه احنا ما عندنا هاي مال بطاقات كل حلقه نعيدها يعني. واللوكيشن والمدري ايش. لا لا عفويين دائما. اي عافيه هدوء القلب. السؤال ولدت بابا. السؤال يقول شباب هسه راح نبدي فريد الصمت وما اريد اي والداره مرنه تصغر كل شويه. السؤال يقول ما هي اكبر دوله في العالم في او بانتاج الصوف؟ هل هي استراليا معروف فرنسا وايطاليا؟ منو منو؟
هدوء هدوء. مو انا اللي اسمع صوته ما خلي يشارك بعد. استراليا، فرنسا، ايطاليا. استراليا. ثبت. اي ثبت. ما حد قال لك شيء من لا والله. ايش ما ادري. استراليا هي اكثر دوله تربي او تكثر عندها الماعز والاغنام، فلذلك هي اكثر دوله انتاج الصوف. انتاج للصوف. وجوابك صحيح صف قوله شباب. السؤال الثاني واللي يقول والاخير راح تربحون ويانا جائزه. يطلق على لقب او يطلق لقب ملائكه الرحمه على المعلمات، الامهات، ام الممرضات؟ الممرضات. نعم الممرضات. ما ادري محتاج تفكير. صدق والله اكيد اكيد 100%. بالروضه نسمعها. بالروضه نسمعها. اي فعلا. اذا معلوماتك اللي اخذتها بالروضه صحيحه وصفقوله شباب. حبيبي اشكرك اشكرك. مبروك عليك ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. جائزه ربحت جائزه من سلسله مدارس هنالي الاكبر العالميه الحارثيه مقابل شارع الزيتون. اكيد في دول قلبك. الموفقين والنجاح دائما. وانت حضرتك متالق جدا 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 من بعيد عرفتك على راسا. تحياتي لقناه رشيد. حياتنا لك شكرا لك. شكرا لك. اذا مشاهدينا ثاني عائله ربحت ويانا ولحد هاي اللحظه ماكو ويانا خسران. خلينا نشوف العائله اللي بعدها يا ترى راح تربح. ارجعنا راح تربح لو راح تخسر بعد ما حيدر عاشت ايديه كبرنا الدائره. فلذلك خلينا نشوف العائله اللي بعدها راح تربح لو لا. وينهم؟ خلينا نشوف. بعد 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 هسه انا رجعت العالم وانت جيت طبعا. كل الهلا. انتم منو 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 علي من؟ ابو منو؟ رحيق ابو رند ورحيق ورغد. يا هلا بك اكثر. كل عام وانت بخير ابو رند. اجمعين. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعلى امه محمد. والله امنياتي الامن والامان ويجينا واحد اللي يحكم بالحق بالعدل ان شاء الله. كل عام وانتم بخير بعيد الفطر المبارك ورمضان كريم. اتمنى للشعب العراقي الامن والامان والسلام والاطمئنان. عاشت ايدش؟ ايه خرسه وطرشه. ها خرسه وطرشه. ما تسمع وما تتكلم. ربي يحفظك. كل عام وانت بخير. الله يبارك فيك. واحنا نحبك. انت يوم تحبينا صدق احلى احلى هديه راح تربحين اليوم. راح يربحها بابا واختك. اوكي مناظر حلوه. ربي يخليها ويحفظها ان شاء الله يا رب. لحن ونغم اسئله رقميه حزرات شو يعجبكم؟ بلي يعجبك انت. بلي يعجبني؟ اسئله رقميه؟ مايك الك. شباب اعطونا شويه مجال خلي تقف بصفك. حلو. السؤال يقول شويه لي ورا شباب شويه عوائد وقف شويه حر. بئر يقع بين المدينه ومكه سميت باسمه معركة. هل هو بئر أحد أم بئر بدر أم بئر حنين؟ بئر أحد. بئر أحد. بئر أحد. ثبتين؟ أثبت. ثبتين؟ أثبت. ثبتين؟ إيه. أثبت ومصرة. شو تقولين؟ هاي لو هاي لو هاي. يا هي تقول ليش بدر؟ خسرتي وفازت هي. صفقوله. انقذتك هي. عافيه. عاشت ايدك. دربالش من السؤال الثاني والاخير واللي يقول ايهما اكبر حجما الرئه اليمنى ام اليسرى؟ اسهل سؤال هذا موجود. متساويات. 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 الرئه اللي بجهه القلب باع عليه لو الرئه اللي عكس القلب ما اللي اليسار. اي وهي والثانيه اليمنى. 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 اليمنى اكبر. فعلا اليمنى لان الرئه اللي بجهه القلب صغيره شويه تعطي مجال للقلب اثناء التنفس. اي صحيح. ام زين شو تقولين بالشابهات؟
على خاطر اختك. فزت اليوم وصفقوا لها. ربحتي جائزه من سلسله مدارس فنايا اكبر العالميه هاج. انت فزتي. خش؟ شكرا جزيلا. اشكرك واشكر البرنامج هذا. وان شاء الله من الاحسن من الافضل. شكرا جزيلا، اتمنى لكم الموفقيه والنجاح. شكرا لكم، شكرا لكم، نورتونا. اذا مشاهدينا ومتابعينا مستمرين مع برنامج وفقرات برنامج. حظك بيدك. حظك بيدك. شلون الصحة؟ هلا وسهلا. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. انتم بخير. انت بألف خير. صحة وسلامة. تسلم. موفقين. الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله اكيد لين اخر سنة لازم انجح. أم؟ أني سرا. سرا. أم سرا. شو صار منك؟ والدتي. والدتي ايش كلنا هلا أم؟ مصطفى. أم؟ مصطفى. أم مصطفى وأم سرا. أم سرا أبو سرا وين؟ بالبيت. وين؟ بالبيت. بالبيت؟ غريج وياك؟ ما يحب يطلع هاي الاجواء. ابد؟ ابد. امك تحب تطلع؟ اي والدتي دائما. دائما؟ اي. هي البنات ترى مرات ما عندهم غير امهاتهم اللي دائما مرات الشيء اللي ما يسوي الرجال يسوي الامهات. هو علي المصرف وهي علي الطلعه. ها؟ هو علي الفلوس وهي الطلعه. شنو؟ عيد اللقطه، عيد هاي اللقطه هي شلون 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 شلون؟ يلا لا الا نفسها اريد نفسها. يلا. هو علي الفلوس وهي الطلعه. سمعتوا دربانكم يسلمون فلوسكم من نسوانكم. تقول للرجال علي الفلوس وعلينا الطلعه احنا عاد انتم ما تقصرون والله والنعم من عندكم ما تقصرون ابد. زين خلصتي لنا والله بعدك؟ خلصت من البارحه واليوم همين حي الجامعه خلصنا. ما شاء الله. اكو بعد روحي عبري للرصافه شيء؟ لا خلصت. خافنا شيء حاجه يا معلم؟ لا الرصافه شبعت من 4 سنين بالكليه فعادي يعني. يلا الله يسهل ان شاء الله. جميل. بما انه الكليه خريجه؟ انا خريجه هاي السنه ان شاء الله. يعني عندك معلومات قويه بالاسئله؟ خرجت. لا ما اريد اسئله. ليش؟ خرجت كليه؟ لا. لحن ونغم؟ اي لحن ونغم. لحن ونغم. يلا. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي وعمري يا حنينة وكلك طباع يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة. عاشت ايدك هاي امك؟ عيد والدك. غنيتيها من كل قلبك؟ طبعا الوالد. ليش تحبيها العاد؟ روح من الدنيا هي. اكثر وحده تحبيها من بناتك من ولدك منو؟ كلهم كلهم. كلهم؟ كلهم؟ وياك شنو؟ العصابه وياك. العصابه وياك؟ وينهم؟ هذا الحكي هاي اختك؟ اي هاي اختي الصغيره. حتى بس تقول تيتي تقول ليش عيني وش مين احنا؟ قبل منك. لا بناتي لا عاد قام يبكي. كلهم عزيزين. كلهم عزيزين. الولد زين. هي قالت لك ست الحبايب يا حبيبه وقالت لك يا اغلى من روحي ودمي، صح تقولي لها انت؟ اقول يا يما الله يوفقك ان شاء الله والله يسعدك. لا 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 لازم تقولي بعض لا مو بغنيه كلمات. شو تقولي لها كلمات؟ اقول لك احبك يا ماما انت الغاليه وانت العزيزه. الله. اذا ليس لنا مكان بينكم، خجلتونا وغلبتونا وانا راح انسحب وخسرتوا ويانا بما خسرتوني يعني. حلو فعلا اول معزوفه عرفتوها، خلينا نشوف المعزوفه الثانيه حتى نعطيكم جائزتكم. لا شنو يابا؟ يعني لا عبالك يعني قصدك غنيتي لها فزتي هاي؟ يلا يلا يلا. هلا بريحه هالي هلا بالليلي هلا بتال العمر هلا هلا بالاولي. صدق هاي من؟ هرب الماي. هاي البابا. ادري ادري. والرجال اللي صار له سنين يطش فلوس. هي ام سرى. ام سرى. قالت لي ما متزوجه؟ صار لي ساعه اقول ام سرى والجو العالم تبوا عليها ساري. يلا هسه اللي جابوا علي بالتلفزيون شو اقول له انا؟ شو اقول له؟ اقول له حضر الجنابي مقدم برامج مطفي مثلا كذي؟ صار لي ساعة تقولي لي أم سرى أني. لا قلت لك سرى بس ضليت. أنت أم إيش؟ أم سرى، أم مصطفى. قالت لي أم مصطفى. أخويا الكبير مصطفى وأني. يعني أنت ما متزوجة؟ لا.
لا عاد انت مو قلتي هم هو علي رجلي بالبيت، قلت لك ابو سرعه وين؟ زميل المخرج ماكو مونتاج شيء تحاول يعني شوي تحفظ ماي وجهي. يعني هي الغلط يمها مو يمي؟ يمها الغلط الحمد لله وشكرا، ما راح يبطلني المخرج. حلو. انا سالت قلت لك ام قلت لي ام سرعه، سالت انا قلت لي ام مصطفى، قلت لك ابو سرعه وين؟ قلت لي بالبيت. قلت لك زين يابا ليش بالبيت؟ قلت لي هو علي ينطي فلوس حافظها واحنا علينا نصرف. زين وبالتالي كل هذا الحكي والضحك وضحكوا هنا خط... زين اوكي نشوفنا بالتلفزيون بالله يسامحنا لا بدي يضحكون صار لهم ساعه شو نقول لهم هسه احنا. على العموم نورتونا مبروك عليكم، ربحت جائزه، ربحت ويانا جائزه من سلسله مدارس هنا الاكبر العالميه حارثية مقابل شارع الزيتون، واكيد عندك امنيات بشهر رمضان المبارك ان شاء الله. يا رب العم الامن والامان على الشعب العراقي اجمعين، والله يرحم الشهداء جميعا، من ضمنهم اصدقائي كانوا كلش عزيزين علي، ويرحم خوال الشهداء اكيد، ويحفظ لي والدي ووالدتي الله يحفظهم هم اللي من بعدهم كلش من اسوء اصلا. شكرا جزيلا يا رب، وكل عام وانت بخير ان شاء الله يا ربي، والله يوفقك ان شاء الله، عيدكم مبارك لقدام بدول القلب تسلم يا رب. حياتنا لكم. اذا مشاهدينا ومتابعينا مستمرين مع فقرة وفقرات برنامج حظك بيدك وعدنا حيدر. اذا شنو هنا؟ تعالوا 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 وياهم يلا تعالوا هنا وين تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا. شو الصحة؟ شلونك؟ الله يحفظك. اسم؟ حمزة. حمزة اسم؟ حمزة. حمزة من السماوة. أبو محمد. شو صار منك؟ هاي أختي. الخال وابن الأخوي. صدق؟ خالك؟ شو اسمك؟ خدى. ياسف. ثالث متوسط. رجعني وراي شوي. ثالث متوسط. نعم. وزاري؟ إيه. لو نجحت للثالث. لا وزاري. وزاري؟ إيه. امتحنت له بعد؟ إيه امتحنا. كملت الامتحانات كلها؟ إيه. الله شو وقت آخر يوم كان؟ اثنين. ها اثنين حلو، يلا بالموفقية إن شاء الله. ليش نتمنى إنه تستلمين النتيجة وتكونين من الأوائل إن شاء الله يا رب. بعدك قلت لي مو؟ طبيعي طبيعي. لا طبيعي. مقاش مقاش مقاش. ها على الهواء مباشرة أنا ما حد يقول لي لا. حد يقول لي لا؟ كيفي؟ لا ارجع قلبي تاج راس خنباوع عشان راح تطلع هاي بس بالله الارض تطلع ما تطلع عشان راح تنزع القميص بالبيت زين اوكي لا لا رجع لك يا عيسى انتم برنامج حظك بيدك اي ما حد يفيدك ما حد يفيدك حظك بيدك نحن نبغي اسئله رقميه حزرات شو يعجبكم واذا خسرت تراني يعني اتعارك ترى لا لا ما عليك زين يوميا كاتل الاثنين ثلاثه يعني لا لا حلبه مثلا شلون نقلبها حلبه اي مقاتل بالحلبه يعني شنو يعني تسبع عن بخالص يعني يعني قصدك خالص يقدر لي لا لا عبالي يعني لا عبالك ترى زين اسالها هي فايش راح تختارون؟ هي اسال عافية انا كل شيء ما اعرف فاسئله حتى ساعدكم على الاقل هاي المايك لك سؤال اول واللي يقول ما اسم خالك اللي جاي وياك؟ حمزه شو السؤال؟ سهل زين يلا هديتي هي جايبه خاله وياها بودي جارد وتريد عينك عينك تطيني هديتي ترى ما اخاف بعد اوياش خالص ويا كلكم ويا لا لا خنقو شرب 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 القلب شرب عمي ما في حلبتني في دول قلبكم لا لا ترى الشاقة السؤال يقول فحذركم يعني شبه اي السؤال يقول هاي خوش يمي يمي اخويا يمي يمي السؤال يقول كم دولة عربية يحتوي علمها هلالا يعني العلم مالتها بهلال الجواب ثلاثة لو أربعة لو خمسة بس تعطيني رقم أنت ربحت ويانا ثلاثة وعليك يا الله ثلاثة وعليك يا ربي
هي خلاص؟ يعني العضلات فادت. شو السؤال؟ حتى كل الناس علي. زين انطش فرصه. ثلاثه غلط. خمسه. شو طفرتي؟ تقول خمسه وصفقوله فعلا جابه صحيح. ومباشرة. ما راح اعطيكم جائزة. سؤال ثاني حبوب لو اعبر. نسال يقول اسال شوف يعني ما يخوفنا بعض. ترى زي المخرج ترى يلعب حديد يعني لا عواكم. سؤال ثاني يقول ثاني اكبر دولة في العالم من حيث المساحة هل هي روسيا ام الصين ام كندا؟ الصين. انا ما قلت بالتعداد السكاني وهاي اخر مساعدة لك. بعدد الافراد يعني تعدادها كم نسمة الصين. سؤالي وعيده اخر مره. ثاني اكبر دوله في العالم من حيث المساحه مو السكان هل هي روسيا الصين كندا؟ كندي منو دا يكند لك من ورا احكي لي. منو دا يكند حد اذا قلت لي كندوني انا مكندك ومطق جايزه. انا خاف من احنا لا لا جديات انا ما اكذب. اذا قلت لي كندولي كندونك لو لا 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 شوف مو راح تخسر هيجي كندولك لو لا اعترف. نعم نعم نعم. شنو هو؟ هيك نص نص. كندولا قولي كندولا. اي كندولا كندولا. ربحتي انا جائزه ومريت حتى تزعلون علينا. مبروك عليكم استاذ حيدر الغالي. حبيبي استاذ جمال مبروك عليكم جائزه من سلسله مدارس هنا الاكبر العالميه. واكيد عندكم نيات بشهر رمضان المبارك عدا انه تكبر عضلاتك اكثر واكثر. اي والله اتمنى بعد صدق والله اتمنى عضلاتك بعد. اشكرك استاذ. النجاح الموفقيه للقناه ان شاء الله ولك. تحياتنا لكم. اذا مشاهدينا ومتابعينا ربحوا ويانا كل العوائل اليوم ويانا. لكن قبل ما ناخذ عوائل خلينا ناخذ نشيد. شو اسمك؟ زينب وليد خالد. زينب وليد خالد دقيقة هذا الاسم سامع محمد حبوبي. شو اسمك؟ زينب وليد خالد بنت الفنان. زينب وليد خالد. ابوك اسمه وليد صيهود. يعني هاي ثاني مرة يسوون بيها مقلب. يعني يدفع لي بنته حتى تربح جائزة من برنامج حظك بيدك. هاي ليش؟ بنتي تريد تشارك خطيت قناة شيل. هي تريد تشارك لا تريد تربح جائزة. ايوه جائزة مالكم. صحيح؟ والله خطيت. جائزة تريد تربح؟ إذا رشيدها حلو مثل عزف أبوها راح تربح ويانا. إذا ما حلو ما تربح. أنت تسمعون نشيدها إذا حلو قولوا لي حلو، إذا لا قولوا لي لا. يلا. يا عراق أنت أبونا وأنت أمنا، يا عراق بصوت واحد كلنا صحنا، يا عراق يا عراق الرافدين، يا عراق المبدعين، إحنا طلاب القضية جذورها مستنصرية، بالعلم والفن سوية كلنا جيل المبدعين، يا عراق الرافدين، يا عراق يا عراق يا عراق. خلاص؟ صفقونا. صوتكم عالي. حلو؟ حلو. مع العلم انتم ما سمعتوا ترى. يلا انا هديتها. بالسيارة. بالسيارة، روح ركض للسيارة. يلا. اخذ هدية لعابة منك. لعابة عروسة. إذا المشاهدين والمتابعين مستمرين مع فقرات برنامج حظك بيدك. لكن خلينا ناخذ فاصل صغير وبعدها راجعين مكملين وياكم. بس خليه يرجع يا حبيبي. هذا البرنامج برعاية اشتري موبايل نوكيا من ثري ستور الكائن في المنصور شارع 14 رمضان وادخل السحبة على سيارة نيسان 2017. إذا مستمرين مشاهدينا ومتابعينا مع فقرات برنامج حظك بيدك. حظك بيدك. ايدي
حديد لو شنو؟ إذا مع هذا المكان الجميل والعوائل الراعية، الراعية شنو؟ راعي لي هدايا البرنامج فعلاً. أكو راعي وأكو راح ياخذ هدايا الراعي في برنامج حظك بيدك. إذن خلينا نشوف يا عائلة راح تكون ويانا وكلنا لديكم. منو؟ منذر شارك؟ منذر خلي يشارك؟ يلا شارك. منذر حافظ بابا يلا تعال هنا احبك يا طلع عيوني توك ما تعدل على صدقنا غامل غامل يا وطن سقواط الخيران انا امك اي بنت مقاتل فايز يا وطن كلامك وفوز ما عندك خساره لا تعادل انت الوطن تعال عزي انا بحبك من صورة حبي ايه تحبني اني لما تحبني اي صف قوله روح للسيارة ركض ويا ابو ماما خذ هدية روح للسيارة خذ سيارة هدية لا عندك قصيدة تعرف دقيقة خلي واحد عائلة وقصيدة عائلة وقصيدة يلا رمضان كريم كل عام بخير انت بخير صحة وعافية صحة وسلامة وعافية ان شاء الله للجميع اسم فاطمة أم أم أبرار نعم أبرار أم أبرار آية آية أنت شاركتي وعرفت شاركتي اي يعني معتازه نسال زميل المخرج زميل المخرج اي شاركوا اي زميل المخرج مصور يقول لي وزميل المخرج يقول لي شاركوا البارحه خلينا نعطي فرصه لعوائل اخرى لعده مش وياكم ليش هي بنتك ها بنتك هي يعني شاركوا العائله الوحده تشارك مره واحده اي بس احنا ما شو تقول حبوبي ها؟ اي يقول زي المخرج ميزة ننطي فرصة لعوائل أخرى ماشي صار 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 إذن مشاهدينا ومتابعينا خلينا نشوف عوائل أخرى شارك ويانا يلا منو عندنا يا أستاذ حيدر؟ يلا كل الهلا تفضل تفضل بس ارجعوا لي اللي ورا ارجعوا لي اللي ورا قلب ارجع لي كل الهلا رمضان كريم كل عام وانتم بخير شباب اطول المجال ترى العائله بالقوه ده يعني بالقوه بده يطبون وبده يقدرون يوصلون ويشاركون ما شاء الله عليك شو اسمك قبلك امنه بنتك امنه وياكم يعني لا انا اخوي هناك عندك مشاركه نشيد يلا هسه حضري نفسك هسه راح اوقف هنا يمي اوقف هنا يمي شو اسمك ايات شو اسمك ناشا شهد كم آيات كبيرة الله يحفظها آيات شلونك رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد شلون الصحة الحمد لله يعني الحمد لله عدها مشاركة مشاركة احنا دائما بين كل عائلة وعائلة اكو مواهب واكو اطفال عندهم اناشيد واكو مشاركة ايضا خلي وراها حضري نفسك اوكي اوكي تعرفين فكرة المسابقة لما تعرفين نعم حظك بيدك ما حد يفيدك شنو؟ ما حد يفيدك من ورا خشم الشيشة ومعايا؟ معايا نعم ابو آية وين؟ بالبيت ليش؟ مو البارحة اجى وانتظر وصار عصبي قال بعد ما اصل بعد ما اجي ما اعطاكم فلوس؟ هو علي الفلوس؟ احنا علينا نصرف وانتم عليكم نص تصرفون يعني تأيدين هذا الموضوع؟ لا مو احنا هم نساعده ما في ايش يعني المرة ورا الجاز ساعدوه بالصرف يعني تصرفون الفلوس يعني يلا ام آية تجي ابو آية يجي أم محمد تجي أم أحمد تجي أم أحمد تجي أم أحمد ما يجي إذن يلا ما يخاف المرة سماح أسئلة رقمية منو؟ أنور سماح أنور طبعا طبعا صعب رفض الأشجار؟ أي حظك بدك عدك لحن ونغم أسئلة رقمية لحن ونغم لحن ونغم يلا سا الصمت والهدوء لحن ونغم قولي بلت ركابانة عذابت من ورانا صف قولها جوابها صحيح يلا الثانية إذا عرفتيها فزتي إذا ما عرفتيها خسرتي انا اللي عزفني حبيبي اي
هاي تقول يا زوجك البارحه مصار عصبي وانا اللي عذبني زماني. من يغنيها؟ حاتم العراقي. لا صلاح البحر. صلاح البحر. قبل ايش ما قلت بالبدايه حاتم العراقي ليش؟ علي حاتم العراقي. حاتم العراقي مبروك عليكم، ربحت ويانا جائزه، واكيد عندك امنيات حابه تقوليها. والله امنياتنا هي الامن والامان على الشعب العراقي، وامنيات العراقيين كافه. يحفظكم ويحفظ الكادر كله ويحفظك ويسر عليك ان شاء الله. مبروك عليكم جائزه سلسله مدارس هنائي الاكبر العالميه الحارثيه مقابل شارع الزيتون. مبروك عليكم، تحياتي لكم ونورتونا. طول دائره شباب. شباب اذا شكرا لكم. طه مجال، طه مجال، طه مجال، طه مجال، طه مجال، طه مجال. يلا بس لحظه، مو اكو هناك منسق واللي لحظه، بس لحظه، بس رجعوا لي ورا، بس خلينا نكمل البرنامج. تعال بخري بابا بخريت. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير على وعليك ان شاء الله. اسراء. نعم اسراء. قالوا لي منك خواتش عندك موهبه وانت تقولي لا. لا هم يقولون عندها موهبه وانت تقولي لا. لا لا فشنو الموهبه؟ يقولون صوت. لا لا ما اقول حاجه. شوفي البنوتات ما يكذبون اكيد، بس وتي... ما وانتي ما تشذبين، عندها موهبه وعدت صوت زين. اذا قلت لك الخاطر هذول الناس اللي موجودين راح اسمعهم امكانك ايش؟ لا لا موهبتك وانت حرجتني يعني خاطرهم. يلا هذا المايك لك. دقيقه قبل ما تكملين وقبل ما تسمعين صوتك. جمال اسمحوا لنا شباب. يلا نسمع، راح نسمع صوتها، عندها موهبه واثقه من صوتها. اريد لكم الحكم، انتم متفقين؟ لكم الحكم، متفقين؟ حظك بيدك. ما حد بيدك. يلا نسمع. ابتلينا بدنيا قبر وبخت معين، ابتلينا بصحبه كذبه وعشق فاشل، ابتلينا بطيبه جامت بس مشاكل، قلب صافي كنا جاهل، عين صيفة دمع سايل، دنيا بينا تمشي سرعة ماكو نازل، وضاع العمر بالخوف، شفنا وبعد شنو شوف، ما يثمر المعروف ومات من العين، لا تقول له حبي يدوم لا، تحكي بالمحب ذي الزايد اشكم يوم تلقى لنسي. حلو. شو تقولون فازت؟ لا لا دقيقة. اي لا لا. حبوب شو تقول؟ يقولون عندها واحدة الاخ. يقولون عندها واحدة الاخ. لا ما موجودة. عندش؟ لا لا. تربحين هدية مباشرة يقول. بدون أي شيء. عندش الثانية؟ يلا الثانية. الله كريم وياهم وان شاء الله انساهم، دم الهوى بيد الله ما موت لبلياهم، ضيعت بيهم حبي رخصت روحي قلبي مليئتك احساسي، وانا اللي بي سواهم نادم انا هواي علي جرايا، من منا عز الناس كل تعب شفته بس تعبي ضيعته علي ما عنده احساس. حلو. مباشرة ربحت جائزة وجائزتك هي من مركز ستيج بيوتي سنتر في شارع الاميرات، واكيد عندك امنيات. امنياتك شنو بالله اريد اعرفها؟ كل امنيات اراق انه يعم الامن والامان اكيد. زين بما انه انت ملكين صوت، من هو تدخلين هذا المجال الغناء او الفن او؟ صراحة ما مفكرة لأنه أنا خايفة من صوتي ومترددة منه يعني ما واثقة من صوتك يعني؟ أي الناس يلي لأن مو بس أنا اللي عندي موهبة، الملايين عندهم موهبة وضامين بس ما يقدرون يوصلون صوتهم. أي صح. زين شو تقولون صوتها حلو لو لا؟ أي لو لا؟ سمعتي هسه الناس ايش قالت؟ فانطلقي وكملي مسيرتك، نتمنى لك الموفقية. تحياتنا لك. شو اسمك؟ إسراء. إسراء كل هلا إسراء، نورتينا. يا مرحبا. اذا مستمرين مع فقرات برنامج حظك بيدك. بقت عندنا جائزه واحده بحلقتنا لهذا اليوم، وجائزتنا هي غرفه
لاثنين اخوان مخطوبين متزوجين شنو عرفوا؟ متزوجين قصالكم 6 أشهر 3 أشهر تعالوا هنا يا عمي برجع لي ورا ابو لو بعد لا لا, لا بعد 3 أشهر لا بعد الاسم محمد نعم محمد محمد اخوتنا بنين بنين محمد وبنين 3 أشهر صار لكم متزوجين و اذا فزتوا راح تربحون ويانا في برنامج حظك بيدك حجز في فندق المنصور لشخصين شلون الجائزه؟ لا زينه صدق؟ الحمد لله زين امنياتك برمضان قبل ما نبدي نبلش ان شاء الله اتمنى على الشعب العراقي بخير يديم علينا بمحبه ان شاء الله الامان ان شاء الله امان بنين شنو امنيتك؟ امنيتي عم الامان بالشعب الوطني شعب الوطني حلو اذا راح نبلش وياكم وبما انه انتم هديتكم من فندق المنصور هذا المايك لكم يعني هدود ياكم شلون ظهرتم كلبين خلوا المايك بيناتكم وهذا دلالة على الانسجام والمحبة والألفة اللي بيناتكم ربي إن شاء الله يديمها عليكم إن شاء الله يلا سؤال يقول ما هو أكبر خليج في العالم يلا فندق المنصور ينتظركم وبما أن أنتم صار لكم 3 أشهر متزوجين هل هو الخليج العربي خليج المكسيك أم خليج بنما خليج العربي قرب المايك يا خليج العربي آخر جواب خليج العربي خليج المكسيك خليج بنما آخر جواب آخر جواب آخر جواب مصرين نعم صفقوا لهم خسروا العموم اصريتوا نعطيهم فرصه لا لا كيف والله اذا قلتوا لا خليهم يروحون وخلي غيرهم اي لا لا باخذكم بالجمهور مايكلكم وفرصه ثانيه السؤال اللي بعده يقول ما هو اول بيت في العالم هل هو الكعبه لو بيت المقدس ام بيت لحم بيت المقدس بيت المقدس اخر جواب بيت المقدس اخر جواب بيت نعم بيت المقدس اخر جواب اخر جواب نعم وهاي خلاص صريتي اي اخر جواب شو اسوي لك يعني شو اسوي لكم يلا قول لي يعني كل هاي اي جابت بيت المقدس بيت المقدس نعم وانت هم مصر ايش عجب يعني دار اساعدكم انا اليوم ما مقسمت انه بعجز صدق والله في الغرفه بعجز لا سويت غلط جواب هو مكه هاي ما انت الكعبه يعني انت تعطوني جواب ده اسوي هيجي اوكي الاسئله ده صعب هذا المايك لكم نسمع وينك لحن ونغم استاذ وليد اخر شانس لهم يلا المايك عليك على الميعاد جدا كارم بدي ننطيهم فرصة 10 شنو عرسان خطيع عرسان خطيع آخر فرصة عالبيت الجيرة فاطمة سلم عليها
هاك اختم الحلقه لان حتى يعني ما ابي حيل اختم الحلقه بعد. ربحت لو ما ربحتوا؟ لا ربحنا هاي. ربحنا. انت بس تربح. طيني يا عمي طيني. ربحتوا جائزه من فندق المنصور حجز غرفه لشخصين. مبروك عليكم. تسلمين تسلمون. جيب الكاميرا شويه. حبوبي. ربحوها. واخيرا بعد عناء طويل. شو تحبين تقولين؟ أهلنا الشعب العراقي بهاي المناسبة الحلوة، برنامجكم الحلو، تحية للكادر، تحية الخلف الكواليس. شكرا لك. أمي هذاك بشارة. والله إن شاء الله عيد سعيد على العراقيين، إن شاء الله على الجميع، وإن شاء الله تتم الفرح العام لكل العراقيين، وجنبوا بالطيبة وإن شاء الله الأمان، نمشي الأمان. الله يسلمك. وبالرفاه والبنين وصلنا إلى قرعة البرنامج شباب. روح هناك، روح يمه، روح يمه. روح يا مخي. وصلنا الى قرعه البرنامج، خليها بيدك. شباب ارجعوا لي ورا، ارجعوا لي ورا، ارجعوا لي ورا. اذا اسمح لي حبيبي. هذا فرزدق. فرزدق وينه؟ نعم قبرص. فرزدق ايش؟ فرزدق حاتم. فرزدق حاتم صفقوا له. ما يصفقوا لك. ما يصفقوا. وجهك على الكاميرا. ربحت ويانا اول جائزه هي من شركه فنادق المنصور دخول مسبح المنصور. طول عمرك. حاب تقول شيء. والله طبعا الهديه كلش حلوه. البرنامج كلش حلو والله يوفقكم. وانت كلش حلو. طول عمرك. حياتك هلا واسع قلبي. اذا هاي اول متسابق، الثاني قبل سحبت فيه. وين انس؟ انس. انس. واحد. اثنين. ثلاثة. أنا السعد كان. وين؟ لا أنس. زين. أحمد. نعم. أحمد كاظم. نعم. كاظم إيش؟ عليوم. أحمد كاظم عليوم. مبروك. أشكرك عليك. أشكرك على البرنامج. أشكرك على البرنامج ولا على الجائزة؟ على الجائزة البرنامج. من شركة فنادق المنصور دخول لمسبح المنصور. مبروك. الله يسلمك. مشكور. آخر اسم. أوكي آخر اسم دقيقة. مصطفى. مصطفى أنور. جدك. جدك هو. كبر حظك يا مصطفى. ربع الجائزة من شركة فنادق المنصور دخول لمسبح المنصور. شكرا استاذ. الله الله وديك. عندي شعر حبوبي. حبوبي خلاص. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تحية مني وتحية من كل فريق العمل اللي مرافقنا اليوم. الله يكون بعونكم. وتحية لكل اللي تابعنا من خلال شاشة قناة رشيد، ولكل اللي حاضرين معنا واللي شاركوا. واللي ما شارك اليوم ممكن يشاركنا باكر. انتظرونا باكر بنفس الموعد فهنالك ما يستحق الانتظار. مع السلامة وتصبحون على ألف خير. هذا البرنامج برعاية اشتري موبايل نوكيا من 3 ستور الكائن في المنصور شارع 14 رمضان، وادخل السحبة على سيارة نيسان 2017.